له من العلوم الشرعية ما شاء الله. فنسأل الله عز وجل يبارك في سيدي محمد وأن ينفعنا إن شاء الله بما يحمل من كلام الله عز وجل، ونسأل الله عز وجل يجمعنا به مرة أخرى في هذا البيت العامر إن شاء الله بحول الله. فلرئيس الجمعية إن شاء الله له أن يقدم هذه الشهادة التقديرية، أسأل الله عز وجل يقبلها منا سيدي محمد إياس. تكبير، الله أكبر. تكبير، والله لا يستحق أحسن تكبير هذا الرجل. تكبير، الله أكبر. بارك الله فيك وأحسن الله إليك سيدي محمد، بارك الله فيك. كلمة قصيرة، كلمة شكر إن شاء الله. إذا أنا سأعبر عن هذه الجماعة المباركة الطيبة، لا أستطيع أن أعبر، لأن كل شيء رأينا في هذه الجماعة، كل شيء يعني من جميع الخيرات ومن جميع المعاملات ومن جميع العبادات ومن جميع يعني النفقات. فأشكركم جميعا، لأننا هذا الميدان ديالنا كنمارسوه، ولكن كنشوف جماعة من أحسن الجماعات يعني، والرئيس ديالنا الله يبارك فيه، والإخوة اللي دارن به، لازمكم قدامي إن شاء الله، الله يفتح عليكم. احنا ما سخيناش بكم، بكينا حقيقة هي هذه، علاش؟ لأننا قضينا هذا الشهر ما شاء الله، قضيناه في علوم وفي قراءات وفي إكرام وفي نفقات. فالله يبارككم إن شاء الله فيكم جميعا، وفي الأولاد ديالكم، في الأزواج ديالكم، الله يكرمكم بكل خير، وعيدكم مبارك وسعيد، وكل عام وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله. الله يجازيك، بارك الله فيك، أحسن الله إليك. تشكر أكثر من القيمة ديالنا. الله لا أبدا، لا أبدا، نمشيو مع الدول على لا أبدا إن شاء الله. هذا الرجل طيب، بارك الله فيك. نعم نعم، كما رأيتم أيها الأحبة، هذا تكريم فقط، بل الشيخ ديالنا يحتاج أكثر من هذا التكريم. ولا ننسى أيها الأحبة معنا الأستاذ الفاضل سيدي حسن عرابة، فهو من أول يعني من القافلة اللي جات من الأول حتى الآخر معنا، مع أنه استفاد به جمعيات أخرى، مشى للمدينة بعيدة لشتوتغارت، مشى لمدن أخرى، نسأل الله عز وجل أشافنبورغ، ونسأل الله عز وجل ينفع بعلمه. سيدي حسن تفضل. نعم، واحد تكبير سيدي حسن، والو، الله اكبر، تكبير، الله اكبر، تكبير، الله اكبر، تكبير سيدي حسن، بارك الله فيك. سيدي حسن كلمة شكر ان شاء الله للجمعية. السلام عليكم ورحمة الله، عيد مبارك سعيد. مهما شكرناكم ومهما أثنينا عنكم فلن نوفيكم قدركم ولن نوفيكم حقكم أبدا أبدا، لأننا رأينا أمورا سواء من الإدارة وسواء منكم أنتم أيها الحضور، رأينا الجميل، فجزاكم الله عنا خير الجزاء، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. ونرجو الله أيها الإخوة الكرام أن يصلحكم ويصلح أبناءكم ويوفقهم في دراستهم يا رب العالمين. اللهم يا ربي يسر أموركم، اللهم يا ربي اجعلكم على قلب رجل واحد أيها الإخوة الكرام. اللهم يا ربي وفقكم لما يحبه ويرضاه، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. والله العظيم يعجز اللسان عن شكركم وعن، لا حول ولا قوة إلا بالله. جزاكم الله عنا خير. جزاكم الله عنا خير. جزاكم الله خير سيدي حسن. بارك الله في علمائنا وبارك الله في مشايخنا. عندنا أيها الأحبة إن شاء الله صبرا جميلا، عندنا أخ فاضل في هذه الجمعية، وهو ليس بالمغربي، ولكن العمل دياله والمجهود الذي يقوم به هذا الرجل، فسبحان الله، والله هذا الرجل يقوم بالعمل ديال 5 ديال الناس في مرة واحدة. فلهذا أحببنا إن شاء الله عز وجل إشتاكتس أفتوش إشفاسنت إدريسو إستباي أونس كاين إدريسو أوبن بوفتيلا أسيل ورداني، الله يديك يجي يحضر معنا، الله يديك إدريسو ما شاء الله خير ان شاء الله. هذا الاخ ادريسو ان شاء الله، ادريسو فان لوميش هاست كومت سو اونس، ان شاء الله بغينا نكرموا هذا الرجل. الايندا سا كاين ماروكاني اس الايندا سا
ich möchte dann gerne inshallah, dass er runterkommt zu uns. Wir haben Shahada taqdiri inshallah lahu. هو من غانا نعم. فهذا الرجل سبحان الله أيها الإخوة، أنا نقول لكم فين كيشتغل. هو كيشتغل في المطبخ، ولكن العمل اللي كيقوم به والله إلا جبنا يعني بوتس فيما ولا غيني قونكس فيما ما يقدولوش. كيقوم بواحد العمل وماشي غير في هذا رمضان، لا في رمضان ولا من غير رمضان. فقلنا إن شاء الله عز وجل إذا كان ممكن أن نكرم، جزاك الله خير سي بوفتيلا، أن نكرمه إن شاء الله بوجودكم، وهذا حبا حبا لنا في هذا الرجل الطيب المبارك. نعم أيها الأحباب، إن شاء الله لا تنسوا إن شاء الله أن تكونوا معنا من غير رمضان. بارك الله فيكم. أنا إن شاء الله أسترسل معكم في الكلام حتى ينزل سيدريس، وسوف نقف إن شاء الله. أيها الأحباب، أحببناكم في هذا الشهر الطيب المبارك، ونسأل الله عز وجل أن تبقوا معنا هكذا كما أنتم. فأسأل الله عز وجل أن نعم أن يبلغنا رمضان المقبل. سيدي الحاج فكرني بواحد المسألة مهمة، من له زكاة الفطر ولم يخرجها بعد فليفعل. وني غير زكاة الفطر يتوت، ربما يتوت الإنسان عذوة السفر، أتي السفر رخو إن شاء الله. بأن نخ زكاة الفطر هات زول داس غاوس كيب ميت وانت نيش ناخ الصلاة يسيسن وانتشير. Wenn du das jetzt gibst, es ist eine Reinigung. MashaAllah, Takbir la hada al-Rajul, MashaAllah, Sidi Idris. Takbir, Sidi. Naam. Sidi Idris, Takbir ala Sidi Idris. Allahu Akbar, MashaAllah, MashaAllah. Also im Namen unserer Vorstand, im Namen unserer Mitglieder, Nicht-Mitglieder, jeder Muslim in diesem Verein, wir sagen wirklich ein riesen, riesen Dankeschön. Komm her zu uns, please. Wir sagen ein riesen Dankeschön für diesen Mann. Wirklich, der macht zu viel für uns. Subhanallah, wie ich gesagt habe vorher auf Arabisch. Die Aufgabe, was er erledigt hat in dieser Ramadan, da brauchen wir wirklich 5 oder 6 Personen. Aber der sagt, nein, nein, brauche ich nicht. Sie sagt, ich bin da. Der macht dann alles, Subhanallah. Alles. فنسأل عز وجل يبارك فيه وفي علمه، وهو من إخوان ديالنا المسلمين من غانا ويعيش في ألمانيا. فبارك الله فيك وأحسن الله إليك سيدي إدريس. Sag Allah khair. Das ist so ein kleiner Dankeschön, inshallah, was du für uns gemacht hast oder gegeben hast. Möge Allah Azza wa Jalla von dir annehmen und akzeptieren, inshallah. Barakallahu fiik. Hier. Shukran, shukran. Sag uns. Shukran. Sag, das war's? Sag Allah khair. Barakallahu fiik. Na, sag Allah khair. Ahsanallahu ilaykum. Ayuha al-ahbab, inshallah, indana iqtirah, iqtarahnahu alaykum. Also Idriso, bleib hier bei uns, inshallah. Hier ist ein Platz dazwischen. Du bist uns sehr wichtig, du musst hier vorne kommen. Die Kinder sind in Sicherheit, kein Problem, wir haben Security. Ayol al-Ahbab, kunna iqtarahna alaykum fikra. Iqtirah, in tasma'u khayran, inshallah. Kunna iqtarahna alaykum. Wa hadha al-Eid al-Mubarak al-Sa'id. Wa al-Eid al-Ladhi qablahu. كان من كان معنا ورحل إلى جوار ربه. شحال يتغكين غيث ما ذي العيد يعذون توفان الوباء وانتتيت سبحان الله قدر الله وما شاء فعل. اتصل إخواني روحن ما كان ذكر الأسماء أنسني يعني تخيص غيج دفتار ذم قرن. فلهذا نقيج الاقتراح قوم وني غيجش الميت زي الجماعة يثنتتيت أو من غير الجماعة، من أراد أن يتصدق على ميته أو من الجماعة أو من غير الجماعة، إن شاء الله نحن نستعد لإحياء ليلة مباركة في هذا المسجد، ليلة دينية أن يحضر فيها أهل العلم، أن يحضر فيها المشايخ ويحضر فيها الرجال والنساء. نسميها ليلة ترحم على أموات مسجد الفتح. بغينا نديروا واحد الليلة إن شاء الله ترحما على جميع أموات مسجد الفتح. فلهذا الباب مفتوح من الآن، سوف نخصص ظرف لمن أراد، سواء أن تعطينا مالا، سواء أن تساهم بمساهمة اللحم كذا أو أي شيء، فمرحبا به. مرة وني خسن أذي ترحم خشني الجن زي الآباء الناس، زي الأمهات الناس، زي الأجداد الناس، زي الجوار، زي الجيران الناس، نخسن جيج الأمسية إن شاء الله مباشرة بعد العيد
اسنك اورغانيزاسيون ان شاء الله ونخسن هذه ترحم خشان الميت الناس هذا غيوشي جن القدر جن المبلغ ويتقبو دي هداه هذا يوشي المسجد ني غادي ياسي ان شاء الله شينا ودي السي سعيد نغسل البشير اقوم الشخافي حسب مي الجحوري ان شاء الله نغساتي رجل الامسيه طم قرنت ذو الحضور الرجال ذو الحضور النساء ذو الحضور اهل العلم نخدني مره شن الاخ يروح ذو البيت وانت تيت افيد نذكاري الليله ني الاباء النغ يجن على قيد الحياه نسال الله عز وجل ان يبارك في حياتهم نسال الله ان يبارك في هؤلاء وان يكونوا ان شاء الله عز وجل مصابيح لهذه الجمعيه هذه الاباء النغ يجن على قيد الحياه الاباء النغ يكنغي قيما يأسن الجمعية يا فانتاتيت نشخ الزاغذي سنمارة وعلى رأسهم الحاج عبد السلام زدوف له وحاضر معنا ينوران غز الحضور نسغ الباب إن شاء الله ذي الأمسية يا فانتاتيت أزاي سننسر من يعني جمعية الفتح ما مشقين السنتات ما مشقين كذا عندنا أبناء عندنا أطفال بل نحن الجيل الذي أتى بعدهم لا نعرف الكثير عن جمعيتنا فإن شاء الله في هذه الأمسية بغينا يحضروا الأباء ديالنا اللي أسوا هذه الجمعية وما زال على قيد الحياة وتكون ليلة ترحم على أموات مسجد الفتح فلهذا هذه الفكرة وني خصني إن شاء الله هذي سيشارك ابتداء زي الآن قنخصص جن الظرف يا إما أن تساهم باللحم يا إما أن تساهم بالمال مرحبا بكم جميعا أيها الأحباب بارك الله فيكم وجزاكم الله خير سيدي عبد الحفيظ سيدي بوفتي إن شاء الله الآن إذا بغيتوا تمروا على الإخوان ديالكم فبارك الله فيكم سيدي محمد أنت من القدام أيها الأحباب صبروا معنا إن شاء الله بيت الله عز وجل يحتاج دائما إلى نفقاتكم يحتاج دائما إلى أموالكم يحتاج إلى دائما إلى الخير منكم بل بالعكس نحن نحتاج إلى بيت الله عز وجل فبارك الله فيكم أيها الأحباب ربما كلمة قصيرة عن جمع التبرعات في رمضان كما قلت في الأول رأينا منكم الخير الكثير بدأنا رمضان في أول رمضان وقفنا عندكم وقلنا عندنا هدف إن شاء الله في الميزانية ميزانية تقديم ميزانية الحسابات السنوية لهذه الجمعية في السنة الماضية كان هناك نقص ديال 30,000 أورو اللي كان عندنا في نقص خلال هذه السنوات ديال الوباء كورونا وكذا وقع لنا واحد النقص في الميزانية ديال المسجد فقلنا إن شاء الله نديروا هذه البادرة ديال 100 أورو باش نعوضوا هذا المبلغ ونحن نبشركم بالخير أيها الإخوان أننا وصلنا هذا المبلغ وزيادة الله أكبر الله أكبر تكبير الله أكبر وصلنا هذا المبلغ وزيادة إن شاء الله فأحببنا إلى وصلنا 30,000 أورو نزيد على 30,000 أورو هذا النهار إن شاء الله بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم سيفو فتيلة شي واحد يبدأ كين الله يجزيك إن شاء الله حتى نطيل لا نطيل على الإخوان يدخل الإمام بارك الله فيكم لو كان عيد الأضحى أيها الإخوان لكانت الكلمة قصيرة لأن الإخوان عندنا مواعيد للذبح وكذا اليوم إن شاء الله كل الحضور ربما عندهم عطلة ولا غادي يمشيوا ما زال يخدموا إن شاء الله صبرا جميلا ما بقى والو إن شاء الله دقيقتين نجمع ويدخل الإمام ديالنا بارك الله فيه وأحسن الله إليه إلى خطبة العيد الحاج اليزيدي ربما الحاج مارث بدير وسط حسن الله يجازيك بخير ich sagte zum letzten mal bevor das unser imam reinkommt zum salat jazakum la khair zakat al fitr nicht vergessen gibst du das jetzt du hast dein fasten gereinigt gibst du das nachher nach dem gebet ist es nur als sadaqa gedacht und es ist kein zakat al fitr es ist ein ganz normaler spende فجزاكم الله خير wer keine zakat al fitr gegeben hat bis jetzt soll zu uns kommen und da ist die Gäste für zakat al fitr بارك الله فيكم ايثما ما عندي ان شاء الله تيري تكمر الشروط الصيام نسكوشي تزوم الخرخضة النش تصفغ الزكاة النش ما عندي ان شاء الله ان يتطهر الصيام ديالك قبل صلاة العيد ما ريوث في الامام لم تبقى زكاه الفطر وانما صدقه من الصدقات بارك الله فيكم لما خرج زكاة الفطر مهم جدا والله يحفظكم أيها الإخوان نقطة نظام بعد نعم الأخوات كذلك ربما كاين من الأخوات اللي ما اعطاتش زكاة الفطر لكاين الأخوات المسؤولات يعطيو زكاة الفطر يخرجوها وتنزل عندنا كذلك جمع التبرعات للأخوات إن شاء الله عونونا عند النظام أيها الأحبة بعد صلاة العيد الله يجزيكم بخير